عاصمة غرب مدينة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية ساعات مرعبة بعد إطلاق نار جماعي خلف 10 قتلى أحدهم شرطي. كان أول من وصل إلى موقع الحادثة وألقي القبض أو ألقى القبض على مشتبه به أصيب في الواقع حسب ما ذكرت السلطات في مؤتمر صحفي بعد ساعات. على العموم للمزيد ينضم إلينا من نيويورك زميل ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز. ياسر، يعني ثاني وقعت إطلاق نار جماعي تسفر عن قتلى في الولايات المتحدة الأمريكية ربما في غضون أسبوع واحد في كولورادو، ما هي التفاصيل؟ بالفعل لما ليس هذا أسبوعا جيدا على الإطلاق. هذا هو كما تفضلت هو يعني إطلاق النار الثاني ويعني إزهاق أرواح 10 من بينهم شرطي. أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية بأن السلاح الذي استخدم في هذا الحادث الأليم هو سلاح من عيار IR-15 وهو سريع الطلقات. كانت يعني الشرطة قد أخلت بعض المحتجزين والذين احتموا بخزانات الملابس لمدة ساعة أو أكثر عبر طائرة هليكوبتر من سقف البناية، وأيضا قامت بتأمين بعض المواطنين وخروجهم سالمين، ولكن الشرطي الذي أطلق عليه النار كان كما قالت قائدة شرطة بولدر بأنه على ما يبدو لم يأخذ الاحتياطات الكاملة، وكان يعني يرغب في حماية المواطنين ولم يأخذ الاحتياطات الشرطية التي كان لابد وأن يأخذها. سيستمر التحقيق لنا لمدة 5 أيام، وتم اقتياد رجل مشتبه به وأصيب بجرح يعني بالغ في قدمه اليسرى، وكانت الفيديوهات التي خرجت من مكان الحادث تشير لاقتياد هذا الرجل إلى السيارة الشرطة الخاصة إلى أخذه إلى قسم الشرطة، ولكن هو فقط مشتبه به ولم تثبت عليه أي تهم. سوف تستمر كما ذكرت التحقيقات لمدة 5 أيام. الشيء الذي يعني ملفت في هذا الأمر أو ليس يعني سوف تستمر للأسف كل هذه الحوادث لسبب بسيط، كما تقول دراسة سويسرية بأن المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية لما يمتلكون ما يقرب من 393 مليون قطعة سلاح. المواطن الأمريكي ما بين كل 10 بالضبط لما يعني ما بين كل 10 أمريكيين يمتلك 4 منهم السلاح، وهذا شيء يعني مزعج للغاية. وهي والولايات المتحدة الأمريكية تعتبر هي الأولى في هذه المسألة، تأتي بعدها الهند ب 71 مليون قطعة سلاح. على الرغم من ذلك وعدت يعني الشرطة في بولدر بأنها سوف تقدم المجني أو الجاني في هذه الواقعة، وتأسف عمدة الولاية عن هذا الحادث الأليم، وقال بأننا يعني قلوبنا مع كل من رحلوا، ويعني أيضا الإدارة الأمريكية تأثرت وتأسفت لهذا الحادث، ولكن تقول الأخبار بأنه مع الأسف لازدياد هذه القضية الكبيرة، والتي أيضا كانت هناك دراسة كبيرة من شبكة فوكس نيوز منذ شهور قليلة لما بأن حمل السلاح وتصريح القانون الأمريكي هو شيء مزعج للغاية، ولا بد من سن قوانين للحد من هذا الأمر. ياسر، كما نتابع في إطار المعلومات، تم سقوط 8 قتلى بينهم 6 نساء من أصل أسيوي في 3 مواقع في أتلانتا وحولهم. هذا العدد وتحديدا من هم من أصول أسيوية، كان هناك من عدة أيام تفعيل لهاشتاج وكان فايرل كما يقال، أو تم تفعيله بشكل قوي جدا، ستوب ذا ايجن هيت، أو معا ضد العنصرية ضد من هم من أصول آسيوية. هل هذا أجج أي مشاعر أخرى بالنسبة لهذه القضية في الولايات المتحدة الأمريكية الآن؟ بالطبع لما يعني كانت هناك مظاهرة محدودة أو وقفة احتجاجية محدودة في واشنطن، وأيضا في ولاية نيويورك هنا في ميدان يونيون سكوير كانوا يرفعون هذه
اللافتات، حيث أنها ليست الحادثة الوحيدة. هل تتخيلين معي بأن العام الماضي فقط كانت هناك أكثر من 2800 حالة موجهة فقط نحو الأمريكيين من أصل آسيوي؟ والسبب في ذلك كما يعني هو معلوم للجميع أن دونالد ترامب كان في أحاديثه لا يكف عن إلصاق فيروس كورونا بأن الصينيين هم أو جميع من هم من أشكال آسيوية هم بالفعل السبب في هذا الفيروس، وهم السبب في هذه الجائحة لكل دول العالم. تأسف بايدن وذهب هو وكاميلا هاريس إلى جورجيا، وكان الحديث طويلا حول هذه الواقعة، وقال بأنهم يعني أراد أن يبعد هذه التهمة عنهم. وكاميلا هاريس أيضا تأسفت وقالت أنه لا بد إبعاد هذه التهمة، ليس من المقبول على الإطلاق إلصاقها بالآسيويين، ولكنها يعني جائحة عالمية. الأمر الشاب ذو 21 عاما أيضا يعني أثبت أنه في التحقيقات الأخيرة أنه أيضا يعني كان يميل لكل آراء دونالد ترامب. ويعني اقتحام الكونغرس أيضا كان من متشددين، أرادوا أيضا واستمعوا جيدا كما تقول الأخبار وكما يقول السياسيين الكبار لدونالد ترامب. نعم. وهناك ما يقرب من 88 مليون فقط أمريكي وخارج الولايات المتحدة الأمريكية كانوا يتابعون دونالد ترامب على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وهو ما دعاه الآن الأخبار الأخيرة بأنه ينوي لإيجاد منصة أخرى جديدة للتواصل معهم. على جانب آخر، الملف الهام أيضا ياسر المتعلق باللقاحات في العالم. أستراليا كانت نشرت تقرير خاص أو دراسة هامة متعلقة بهذا اللقاح طبعا المضاد لكوفيد 19، ودكتور أنتوني فاوتشي وهو كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية له تعليق. ففي هذا الصدد، كيف كان رد فعل أنتوني فاوتشي على هذه الدراسة وأيضا ردود الأفعال المختلفة، لأنها دراسة هامة في هذا التوقيت طبعا لما يثار حول أسترازينيكا؟ تفضل ياسر. بالضبط لما يعني هذا اللقاح ليس له حظ موفور بين دول العالم، حيث أشيعت حوله بأنه يسبب جلطات ويسبب يعني أمراض بعد أخذ هذا اللقاح، وهو ما نفته الشركة. ثم بالاختبارات التي كانت على حوالي 32 ألف من المتطوعين، منهم من الولايات المتحدة الأمريكية وتشيلي وأيضا بيرو، كانت النتيجة وصلت الفاعلية إلى 79%. فاوتشي قال بأن هذه النتائج هي نتائج مشجعة، ولم يثبت إلى الآن من خلال هذه النتائج أنه يعني الإثبات 100% بأنه يسبب أي جلطات أو أي أعراض جانبية. فقال بأن هذه النتائج وهذه التجارب التي أوردتها الشركة هي إيجابية ومشجعة للغاية، ولكنه في ذات الوقت لما أكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتفحص وتدقق من خلال إدارة الغذاء والدواء FDA، سوف يعني تقوم بمراجعة هذه الأبحاث مرة أخرى قبل السماح لهذا اللقاح بتداوله بين الشعب الأمريكي، وهذا أمر طبيعي للغاية نريد أن نؤكد عليه لما. نعم. حيث أنه في الفترة التي كان ينتظر العالم كله أي لقاح، وكان لقاح فايزر قد أنبأ عن وجوده واستخدمه بعض دول الاتحاد الأوروبي، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر الموافقة من إدارة الغذاء والدواء، حيث أنه يعني لا يمر الأمور مرور الكرام إلا بعد يعني تدقيق وتفحيص من العلماء. ولكنه قال في البداية أنها خطوة مشجعة وأننا ننتظر، وسوف يكون هناك أهمية كبيرة لما سوف يكون هذا اللقاح هو اللقاح الرابع
بين اللقاحات إذا ما تم الموافقة عليه، وهو مسألة وقت فقط من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التي يقدمها أو تقدمها الإدارة الأمريكية للشعب الأمريكي بعد فايزر وموديرنا وجونسون أند جونسون. ويعني أحب أن أوضح أيضا في هذا الأمر أن مسألة اللقاحات تسير بوتيرة ممتازة الآن. نعم. فوق 90 مليون مواطن أمريكي تم تلقيحهم، وأيضا المدارس عادت بالأمس هنا في ولاية نيويورك على سبيل المثال، المدرسين أيضا سمح لهم بأخذ اللقاحات. كل من هم فوق 50 عاما بعد أن كانوا فوق 75 عاما. نعم. استطاعوا الآن أيضا أن يذهبوا إلى أي صيدلية لأخذ اللقاحات. يعني الخطة التي وضعت لمئة يوم تسير بوتيرة جيدة، وكما قال فاوتشي نتمنى أو سوف يعني تنتهي هذه الأزمة بانتهاء هذا الصيف أو على أقصى تقدير من خلال في أعياد الميلاد بانتهاء هذا العام إن شاء الله. شكرا لك من نيويورك زميل ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز.